الاهميه الاهميه. ويعني انا بحيي هذا السؤال جدا، بس في البدايه انا بحيي دكتور شريف الحقيقه على الفتح صناعه الامن. دي نقطه بغايه نقطه مهمه جدا. فكره اللامبالاه رغم ان هي اصبحت في الوقت الحالي يعني صفه ايجابيه، لكن هي في العموم بتاعها هي في عمومها صفه سلبيه جدا جدا. التغير اللي حصل على المجتمع المصري والتطورات السريعه اللي حصلت في العلاقات الاجتماعيه المصريه، بحيث ان اصبح كل واحد بيدور على حاله وكل واحد مكتفي باسرته ومكتفي بنفسه ومكتفي بذاته، قطعت طبيعه العلاقات الاجتماعيه. احنا كنا زمان في علاقات القرابه وفي علاقات الجيره والعلاقات الاسريه من قبل، كان زمان المجتمع المصري مجتمع متكاتف، حتى كان اسمه مجتمع الحوره، كلنا عارفين بعض وكلنا قريبين من بعض، وحتى لما نسكن في عماره جديده او في بيت جديد الكل بيسال على بعضه، وده بقى اساس الندوه، الكل بيسال على بعضه، الكل عارف بعضه، ما حدش بيسكن حد ما يعرفوش، ولو جه حد غريب بيسال عنه. لكن اصبحنا دلوقتي في العلاقات الجديده او في العمارات الجديده كلنا بنسكن ومحدش عارف اللي جنبه ده مين، ولا بيسال عنه، ولا حتى لو حصلت مناسبات اجتماعيه ما بنسالش على بعض ولا بنخبط على بعض ولا بنسلم على بعض. دوت نتيجه التطور السريع في الحياه، نتيجه ان اصبحت كل العلاقات الاجتماعيه مشتته ومقطعه، نتيجه ان احنا اصبحنا نبحث عن العمل ونجري ورا الماده ونسينا العلاقات الاجتماعيه. صحيح، بتكون حضرتك متخصصه في البحوث الاجتماعيه. كنا بنعترف الى حد كبير جدا بكلام حضرتك مظبوط، وانه فعلا ما بقاش في هذا التواصل الاجتماعي. نحل هذه المعضله ازاي؟ ازاي نرجع العلاقات الانسانيه وانه المواطن ما يكونش لا مبالي بمين اللي حواليه؟ دي نقطه برضه مهمه جدا، ان انا ابتدي ارجع دور الاسره. فكره ان الاسره ترجع متكاتفه مره ثانيه، دايما باقاوم في كل المحاضرات وفي كل الندوات، يعني ايه الاسره ترجع مره ثانيه؟ دلوقتي كل وسائل التواصل الاجتماعي موجوده مع كل فرد في الاسره، حتى مع الاطفال الصغيره، فما بقاش في اللمه اللي بتلم الاسره، لا احنا مصريين وجوانا الجذور الراسخه الاصيله بتاعتنا ان احنا نقدر نرجع دور العلاقات الاسريه ثانيه، نرجع دور الام اللي هو ازاي تربي الولاد، نرجع دور الاب انه لازم يكون ليه التوجيه والارشاد في الاسره.